بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنتابع درسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، شرح الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية، والتي ناقش فيها مسائل كثيرة من مسائل العقيدة تتعلق بأسماء الله وصفاته وما يضاد ذلك، ما يضاد توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وقد سلك مسلكاً علمياً صحيحاً، وهو أنه يحتج على المسائل من الكتاب الكريم ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن سيرة القرون الثلاثة المفضلة. ومعنى مفضلة يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنها: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، هذه ثلاثة قرون شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية. وهذه الثلاثة القرون كانوا في مسائل التوحيد على عقيدة واحدة، ليس بينهم خلاف في المسائل الأساسية المتعلقة بأنواع التوحيد الثلاثة. ثم سار المسلمون بعد ذلك يؤلفون ويحررون ويكتبون وينشرون، ولكن الحجة في الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. وأشرنا إلى أن الحاجة ماسة إلى معرفة ذلك، لأن العبد يجب عليه أن يعتقد الحق فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، ولا يكون الحق إلا ما شهد له الدليل الصحيح من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وكان مما ذكر شيخ الإسلام فيما ذكر هو الكتاب العظيم الذي ألفه أبو عبد الله بن خفيف،
فإنه قد جاء على مسائل كثيرة ثم شرح هذه المسائل، ولذلك يكاد يكون شيخ الإسلام ابن تيمية لخص هذا الكتاب في أكثر مسائله ليبين أن الرعيل الأول كلهم على عقيدة صحيحة متلقاة من الكتاب والسنة والإجماع، كنا في الدرس السابق ناقش موضوع الإسراء والمعراج إلى بيت المقدس، وناقش مسألة هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه لما صعد إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام التي تكتب بها الملائكة، وكيف أن الله قربه وكرمه، وذكرنا هذه المسألة التي دار حولها نقاش، هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ربه أم لم يره، وذكرنا في الشرح الإجماع على أنه لا يمكن أن يرى أحد ربه في الدنيا البتة، لا يمكن أن يرى أحد ربه في الدنيا ولا يطيق ذلك، لأن موسى عليه السلام وهو من أولي العزم لما طلب أن يرى ربه لم يجب إلى ذلك، وبين له أن الجبال لا تستقر لرؤيته، فكيف يستطيع أن يرى ربه؟ ولذلك لما سئل الرسول، ملخص الموضوع أن الرسول لما سئل قال نور أن أراه، يعني هو نور سبحانه وتعالى كيف يرى؟ وفي بعض الروايات رأيت نورا، وحجابه سبحانه وتعالى النور، ولذلك هذه المسألة يوقف فيها على النصوص التي وردت ولا تصير مثار خلاف وأخذ ورد، وإن كان المؤلف هنا أطال الكلام على هذه المسألة وذكر أيضاً ما ذكره العلماء قديماً في هذه المسألة، ثم انتقل بعد هذا العرض إلى مسألة ثانية وهي فيما يتعلق بعلم الغيب، والكلام في علم الغيب كلام في خصائص الربوبية، فإن الله عز وجل من خصائصه أنه يعلم الغيب، الغيوب علام الغيوب سبحانه وتعالى، وأيضا أطال الكلام في هذا الأمر للرد على انحرافات بعض فرق الضلال وخاصة الصوفية والروافض، فإنهم يزعمون أن أئمتهم يعلمون الغيب ويعلمون ما في اللوح المحفوظ ونحو ذلك، وهذا كذب
واعتداء على خصائص الربوبية ونسبتها للمخلوقين. ولذلك مما أورد في هذه المسألة قال ابن خفيف ويذكر العقيدة: ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمسة، اختص بمفاتيح خمس من الغيب، لا يعلمها إلا الله. فهذا خمسة من الغيوب لا يعلمها إلا الله، وهي التي سماها، التي ذكرها الله عز وجل في قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. قال الشارح: وهذه المسألة وهي انفراد الله تعالى بعلم الغيب من مسائل الدين الظاهرة، فالأصل أنها تذكر في كتب الردة لا في الكتب التي تذكر مسائل، التي تذكر مسائل النزاع بين أهل القبلة. لذلك يقال في هذه المسألة: أجمع المسلمون. أجمع المسلمون يعني أهل القبلة، فإن الذي لا يؤمن بأن الله هو المختص بعلم الغيب فهذا ليس من المسلمين، وخلافه يذكر في باب الردة وليس في باب تقرير العقائد. وهذا بخلاف بعض المسائل الأخرى التي اختص أهل السنة بتقريرها وخالف فيها أهل البدع فيقال فيها أجمع أهل السنة، ما يقال أجمع المسلمون، لأن أهل البدع من الذين خالفوا. ففرق بين المسائل الكبيرة العظيمة الظاهرة، فهذه يقال فيها أجمع المسلمون. وقال هنا: وابن خفيف يرد على غلاة الصوفية، يعني إذا قلنا غلاة الصوفية فيدل على أن ليس كل الصوفية يقولون ذلك، وإنما فيهم غلاة يرون أن الولي يرى ما في اللوح المحفوظ كله، ينكشف له اللوح المحفوظ. وكذلك عند الروافض يرون أن الإمام المعصوم ينكشف له ما في اللوح المحفوظ، وهذا هو المراد بالغلو والغالين الذين ذكروا هذه المسائل في غلوهم. ولذلك قال: وهم أكفر من اليهود والنصارى، يعني وإن كان ينتسب للمسلمين لكنه إذا قال أن الولي أو الإمام يعلم ما في اللوح المحفوظ جميعاً فهذا أكفر من اليهود والنصارى. ولهذا قال: وهذا باطل عقلاً وحساً ونقلاً وإجماعاً. فأما حساً فهؤلاء الذين نسبوا إليهم أنهم يعلمون الغيب كانوا يجهلون أكثر الغيبيات، وأفضل من نسب إليه علم الغيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب كله، وقالوا من الملائكة وجعلوا جبريل يعلم الغيب. فهنا
ذكر الردود ليبطل أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم كل الغيب، وأن جبريل لا يعلم كل الغيب. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل لا يعلمان الغيب، فما دونهم من الأنبياء فهم أولى أن لا يعلموا الغيب. وذكر من الأدلة في ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول جبريل عليه السلام لما قال في حديث الإيمان فأخبرني عن الساعة، قال صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أنا ولا أنت لا نعلم الساعة. وقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت أكله صلى الله عليه وسلم من الشاة المسمومة، ولو كان يعلم الغيب لعلم بذلك ولم يأكل منها، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدت له يهودية شاة مصلية، يعني مصلية على الجمر، وسألت أي شيء يحبه الرسول، قالوا الذراع، فزودت السم في الذراع وقدمت للرسول صلى الله عليه وسلم يوم جاء لليهود في خيبر. ثم لما قدمت له، لو كان الرسول يعلم الغيب لعلم أن هذه الشاة فيها سم ولم يتناولها، لكنه أخذ الذراع فنهسها، فلما نهسها جاءه الوحي وأخبر أن هذه الشاة مسمومة، فلم يكن يعلم سابقا ولم يعلم إلا بتعليم الله له أن هذه الشاة فيها سم. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم سقط في حفرة أخفاها عنه الكفار في غزوة أحد، يعني حفروا حفر وغطوها بأشياء، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أن هنا حفر فسقط فيها، وهذا يدل على أنه لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لما سقط في هذه الحفر. ومن الأدلة التي ذكرها أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر، وضع له لبيد بن أعصم اليهودي سحر ولم يكن يعلم ذلك، ولم يعلم ما أصابه، أحس بالأثر وبالمرض ولم يكن يعلم ذلك حتى نبي بذلك ودل على موضوع السحر. وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة، وهذه كلها في اللوح المحفوظ، يعني هذه الحالات التي حصلت التي وقعت كلها مكتوبة في اللوح المحفوظ، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في اللوح المحفوظ لعلم هذه، لأنه لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فكل هذه الأحداث والأشياء وما يمر على الخلق كله مكتوب في اللوح المحفوظ. فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كما يقوله الغلاة من الصوفية لعلم هذه، لأن مكتوبة في اللوح المحفوظ. ولو كان علي بن أبي طالب كما تقول الرافضة أنه يعلم الغيب لعلم ما حصل له أيام الحروب التي حصلت عليه السلام رضي الله عنه. وهذه مسألة إجماعية لا يشك فيها البتة، وهي من الدين الظاهر،
وذكر من الأدلة قوله تعالى: من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. يعني علم الساعة هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. يعني أن هناك غيوب ذكرها الله وما كان يعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قوم، وإذا لم يكن يعلمها الرسول فغيره من باب أولى. وقال له تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ولما كانت جارية في يوم عيد تتغنى بأنشودة، قالت هذه الجارية بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم: وفينا نبي يعلم ما في غد، وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولي هكذا وقولي ما كنت تقولين. يعني قولي العبارات التي كنت تنشدينها واتركي هذا القول الذي ينسب علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة، قصة الجارية، رواها البخاري في مواطن كثيرة من كتابه الصحيح. وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما أدري والله وأنا رسول الله ما يفعل بي. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: من زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب فغيره من باب أولى. وقال تعالى عن الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني ولا الملائكة يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله منه. قال ابن جرير عن ابن عباس قال: فلما علمت الملائكة مؤاخذة الله عليهم فيما تكلموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه غيره الذي ليس لهم به علم، قالوا سبحانك، تنزيها لله عز وجل من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره، تبنى إليك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، تبرأنا منهم من علم الغيب إلا ما علمتنا كما علمت آدم. وذلك لأنهم تكلموا عند ما خلق الله آدم وقالوا: أتجعل فيها من يسفك الدماء؟ فبين الله عز وجل لهم ذلك أنهم لا يعلمون الغيب، ولهذا تابوا وتبرؤوا وسبحوا الله واسترجعوا وردوا العلم إلى الله عز وجل. ولذلك
بين الله لهم لما علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة لم يعرفوا ولم يستطيعوا، واستطاع آدم بتعليم الله له، هذا من حيث النقل. وأما من حيث العقل فالمخلوق ليس كالخالق في شيء من الصفات، ومنها العلم، صفة العلم من أعظم صفات الله عز وجل، العلم المحيط الشامل، هذا صفة الله عز وجل، ولا يشابه الله عز وجل بهذه الصفة مخلوق، يعني ليس هناك مخلوق علمه محيط بكل شيء وشامل لكل شيء. قال: ولا يمكن للمخلوق الإحاطة بالغيب، بل لو كشف له بعض الغيب لهلك، كما أن كثيرا من الخلق لو رأوا بعض الملائكة أو سمعوا عذاب القبر لماتوا. فالمخلوق لا يمكن أن يعلم من الغيب إلا القليل. بالنسبة للخالق قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه الروح التي بين جنبيك أنت لا تعلم عنها شيئا ولا تدري عنها شيئا، فالروح سر لا يعلمه إلا الله عز وجل. قال تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وجاء في قصة الخضر مع موسى عليه السلام، وموسى من أولي العزم من الرسل، والخضر نبي على الصحيح، يعني هناك خلاف هل الخضر نبي أو ولي، لكن الصحيح أنه نبي، بمعنى أنه يوحى إليه، هذا النبي بمعنى أنه يوحى إليه. قال: جاء في الحديث: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة، السفينة التي ركب فيها الخضر وركب فيها موسى والتي خرقها الخضر، جاء عصفور فوقع على حرف السفينة يعني على طرفها، فنقر في البحر نقرة، العصفور نقر في البحر نقرة بمنقاره. فقال له الخضر: ما علمي وعلمك من علم الله، ما علمي أنا يعني الخضر وعلمك يا موسى من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وهذا الحديث رواه البخاري في صحيح، يعني هذا العصفور اللي نقر في البحر بالمنقار ماذا نقص من البحر؟ فعلم الخضر وعلم موسى عليه السلام ولا مثل هذا، يعني ما لا يضرب لا ينقص من البحر شيئا. بالنسبة لعلم الله الواسع المحيط الشامل. ومن أعظم الأدلة التي ذكرها ابن خفيف رحمه الله قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب
لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، انتبهوا، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. غد ما يدري الإنسان فيه حياة ولا موت ولا زلازل ولا رزق ولا مطر، ما تدري، ما تدري ما يحدث في غد، هذا غيب مجهول لا يعلمه إلا الله، وهو من مفاتح الغيب، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، يعني فيما يتعلق بالنطفة في الرحم، وهل يسقط المولود، وهل يصلح، وهل هو كامل القوة، وهل هو مجنون، وهل هذه لا يعلمها إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، يعني يتوقعون الناس الآن علماء الفلك يقولون في منخفض جوي واحتمال أن يأتي المطر كذا، لكن قد تأتي ريح شديدة فتصرفه فيتفرق السحاب، وهذا نراه مشاهد، يقولون لنا الآن أصحاب الأرصاد غدا سوف يأتي سحب كثيرة واحتمال جدا أن يقع الأمطار، ثم تأتي ريح شديدة فتبدد الأمطار فلا يقع شيء. إذن على التأكيد ما في أحد يعلم متى ينزل المطر، والله لا يعلم ما ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، يعني لا يعلم أحد متى ينزل المطر، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، يعني ما تدري أنت تموت في هذه الأرض أم تنتقل إلى أرض أخرى وتموت فيها، أو تطلع إلى جبل فتموت فيه، لا تستطيع أن تحدد المكان الذي تموت فيه، ما تدري، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، متى تقوم الساعة، لا يعني فيه أشراط للساعة يراها الناس، لكن بالتأكيد التحديد فلا يعلمه إلا الله. ولهذا ذكر هنا عن ابن عباس قال: هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن ادعى أنه يعلم شيئا من هذه فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه. لماذا كفر؟ لأنه خالف القرآن، كذب القرآن، لم يصدق بالقرآن. فهذه الآيات اللي سمعتم صريحة بأنه لا يعلم أحد، فمن قال هناك إمام أو ولي يعلم ذلك فقد كذب القرآن وخالفه. وقال النحاس، قال أبو إسحاق الزجاج: فمن زعم أنه يعلم شيئا من هذا فقد كفر. وقال ابن العربي: هذه الآية أصل من أصول عقائد المسلمين وركن من قواعد الدين. ونقل كلام للعالم المشهور صديق بن
ابن خان رحمه الله قال: فمن اعتقد في نبي أو في ولي أو جن، يعني بعضهم يظن أن الجن تعلم، ولذلك يسألون الجن ويذبحون لها. قال: من اعتقد في نبي أو ولي أو جن أو ملك أو إمام أو ولد إمام أو شيخ أو شهيد أو منجم الذي ينظر في النجوم أو رمال الذي يخط في الرمل أو فاتح أو فاتح فال، بعضهم يقول افتح كذا هذا فالك ويستدل به على الغيب، أو فاتح فال أو برهما، هذا في اللغة العجمية يسمونه برهما، أو راهب أو جنية. قال: مثل هذا ويظن أنه يعلم الغيب بعلمه ذلك فهو مشرك بالله، وعقيدته هذه من أبطل الباطلات وأكذب المكذوبات، وهو منكر لهذه الآية القرآنية وجاحد لها، لأنه يقصد الآية التي تتعلم عن مفاتيح الغيب. وهذا ذكره هذا العالم صديق خان في كتاب له اسمه الدين الخالص، الدين الخالص في المجلد الأول. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وهذا من أعظم أنواع الحصر، إيش يعني؟ في الأسلوب، لأنه نفي وإثبات. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهذا من أعظم أنواع الحصر، لأنه نفي وإثبات. وهذا كما في قولك لا إله إلا الله، فهذا من أعظم أنواع الحصر، وأن الإلهية منحصرة في الله سبحانه وتعالى، لأنه نفي وإثبات. وقال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض، وهذا أيضا من أساليب الحصر. وقوله له غيب السماوات والأرض، وهذا فيه تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير، هذا يفيد الحصر والقصر. يعني إذا قدمت ما حقه التأخير فهذا من أساليب الحصر والقصر. فالأصل غيب السماوات والأرض، وقدم له هنا وقدم الله، فهذا من أساليب الحصر والقصر. وبه يعلم أن علم الغيب من خصائص الربوبية الخاصة بالله سبحانه وتعالى، فمن ادعاها فقد كفر، ومن ادعاها لشخص فقد كفر، ومن شك في ذلك فقد كفر، بل من ادعى علم شيء من الغيب فهو من رؤوس الطواغيت. قال شيخ الإسلام في كتابه ثلاثة الأصول: الطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة، يعني الذين بلغوا رأسا في الطاغوتية خمسة. أولهم إبليس لعنه الله، فهو طاغوت لأنه يدعو إلى عبادة غير الله عز وجل. أول الطواغيث الخمسة إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راضي، من عبد
وهو راضي بالعبودية، استغاث به الناس وذبحوا له ونذروا له وهو راضي ومرتاح، مرتاح لهذا التعظيم. فمن عبد وهو راضي بصرف العبادة له فهو من رؤوس الطواغيت. وكذلك من دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئاً من علم الغيب فهذا من رؤوس الطواغيت. من قال أنا أعلم الغيب فهذا من الطواغيت. ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو من الطواغيت، لأن الحكم لله عز وجل. فإذا نصب نفسه أنه يحكم من عند نفسه بخلاف ما حكم الله عز وجل، وزعم أن هذا من حقه أن يحكم بذلك، فهذا من رؤوس الطواغيت. ونقل هنا نقلاً عن علي القاري في الرد على القائلين بوحدة الوجود، أيضاً ذكر ذلك. وكذلك ابن نجيم الحنفي ذكر في كتابه أن ادعاء علم الغيب كفر. انتهى هذا الفصل الذي أورده المؤلف في مسألة العلم، علم الغيب، وهي مسألة كبيرة من مسائل العقيدة، والأدلة بذلك ظاهرة كما سمعتم من القرآن والسنة. ثم ذكر مسألة ثانية، هذه المسألة ذكرها ابن خفيف وقال: نعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. قد تستغربون لماذا نص عليها في مسائل الاعتقاد، لماذا نص على المسح على الخفين للمقيم ثلاثة أيام وللمسافر يوم وليلة؟ لأن بعض أهل البدع أنكرها بحجة أنها تعارض القرآن، والأدلة فيها صحيحة لا مطعن فيها، وأجمع عليها أهل السنة والجماعة، ولذلك كانت من شعار أهل البدع. يعني إذا رأيت شخص يقول ما يجوز المسح على الخفين فاعلم أنه تابع لأهل البدع، وهي من شعار الروافض ومن شعار الخوارج، لأنهم يقولون أنها تعارض ظاهر القرآن. وهذا يشمل كل من اعترض على شيء ثابت بالسنة الصحيحة وقال أن هذا يعارض ظاهر القرآن، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي إلا بالحق، لا يمكن أن يأتي بشيء يعارض القرآن. إذا ثبت الأمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حق البتة. وليس الشخص أعلم من الرسول في هذه المسائل حتى يقول هذا يعارض القرآن، فهذا يتهم الرسول أنه جاء بما يعارض القرآن. ولذلك ما كان شعاراً لأهل البدع من الخوارج والروافض والمعتزلة من إنكارهم لكثير من السنن بحجج واهية، فهذا مردود عليهم وهو مصادم لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هنا: وهذه المسألة ونحوها من المسائل الفقهية، لكنها تذكر في مسائل الاعتقاد لأن إنكارها شعار لبعض أهل البدع، ولم يختلف حولها أهل السنة، ما في خلاف أصلا. يعني هذه المسألة ما حولها خلاف عند أهل السنة جميعا.
إلا أن يكون خلافاً شاذاً في بعضها ولم يصح الخلاف، أو رجع عنه يعني القائل به لما ظهرت به الأدلة واستقر الإجماع على خلافه، استقر إجماع المسلمين قديماً على خلافه ونحو ذلك، قال شيخ الإسلام: ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين وترك الجهر بالبسملة، يعني إذا قرأوا الفاتحة ما يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك، لأن هذا من شعار الرافضة، يعني المسلمون مجمعون على تقديم أبي بكر في الفضل ثم عمر، ولم يخالف في ذلك إلا الروافض، فلذلك عدت هذه من العقائد، ولذلك الطعن في أبي بكر وعمر هذا لا يحصل إلا من أهل البدع من الروافض، والخوارج طعنوا في عثمان ومن بعده، طعنوا في عثمان وعلي، أما في الشيخين أبي بكر وعمر فلم يحصل هذا إلا من الروافض. أورد نصوص كثيرة كلها، المؤدى واحد في هذه المسائل، نقل عن أئمة السنة كثيرا فيما يتعلق بعدم معارضة السنة الصحيحة بآراء شاذة لم يقل بها أهل السنة قديما. ثم ذكر هنا مسألة أخرى من مسائل الاعتقاد، وهي الصبر على جور السلطان وعدم الخروج على الحكام الظلمة أهل الجور، وهذه المسألة أطال المسائل فيها وقعد قواعد: أولاً لا يطاع مخلوق في معصية الخالق، لا سلطان ولا عالم. القاعدة الأولى: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، افهموها جيداً، لا طاعة، لأنه لا أجل ولا أعظم من الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا أمرك السلطان أو العالم أو الوالد أو من له حق عليك فحق الله أعظم، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما السلطان فلا يجوز، ما دام مسلما فلا يجوز الخروج عليه، لأن الخروج أحياناً ربط ما أقام فيكم الصلاة وهي أعظم فرائض الدين، وأحياناً قال: ما لم ترى كفراً بواحاً عندك فيه من الله برهان، وأحياناً قال: ما أقام لكم الدين، وسوف تأتي الأحاديث. إذا دعيت إلى الخروج على حاكم فانظر هل هو مسلم أو كافر، فإن كان مسلم فلا يجوز لك أن تخرج عليه لجور أو معصية فعلها، لا تخرج عليه إلا إذا أهمل الدين ولم يقم الصلاة، لوجود الحديث: ما أقام فيكم الصلاة، أو إذا ارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام ولم يقم الدين، لأن هذا الناقض الذي قال فيه: ما لم تروا كفراً بواحاً، كفراً بواحاً يعني لو ارتكب الشرك، لكن ارتكب معصية أخرى غير الكفر البواح، ومعنى بواح ظاهر، لأن بعض الناس قد يتخيل أو يتوهم وهو ليس كذلك،
فلا بد أن يكون الكفر بواحاً بمعنى ظاهراً، أو أنه ما أقام الصلاة البتة، إما أن يكون على عقيدة كفرية فهذه هي الكفر البواح. إذا كان على عقيدة كفرية مجمع على الكفر بها فهذا الكفر البواح. أو إذا لم يقم الدين ورأسه الصلاة فلم يقم الصلاة فهذا المستثنى في الأحاديث. ولهذا قال ابن خفيف: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة. وهنا هو ذكر السلطان من قريش لوجود الأحاديث، فإن الصحابة لما اجتمعوا مع الأنصار في السقيفة احتج عليهم أبو بكر بأن الإمام في قريش بنصر، فأجمعوا عليها، فهي مجمع عليه أن الإمام في قريش. لكن لو جاء مسلم آخر ليس من قريش، إما لم يكن أحد من قريش موجود، أو أنه تغلب على الناس وصار ولي أمر فيهم، فهذا لا يجوز الخروج عليه إلا إذا ارتكب أحد الثلاث الأشياء: إما ناقض للإسلام، أو ما أقام الصلاة، أو ما أقام الدين. قال: ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة. ثم فسر إقامة الصلاة قال: من الجمع والأعياد، يعني يصلي الجمع وصلاة العيدين والجهاد معهما ماض إلى يوم القيامة. إذا جاهدوا الكفار فإنك تجاهد معهم، ولا تقول لأنهم فسقة أو جاروا لا أجاهد معهم. إذا كان يجاهدون الكفار فإنك تجاهد معهم. والصلاة بالجماعة حيث ينادى بها واجب، إذا لم يكن عذر مانع. والتراويح سنة، ونشهد أن ترك الصلاة عمدا، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر. نشهد أن من ترك الصلاة عمدا، يعني له مريض وإنما تركها عمدا، فهو كافر. والشهادة بالبراءة بدعة، والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم. والمراء والجدال في الدين بدعة. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عنها. والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة. ثم بدأ يفصل هذه المسائل التي ذكرها. فلما ذكر الصبر على السلطان نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.